3 2 1. السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم يا جماعه الخير في مقطع جديد، حياكم الله جميعا. اليوم عندنا اسال احمد شو، على اساس انه العالم هذا كله والكره الارضيه والخلق اللي من يوم ما انخلق، من يوم ما ادم لين يومنا هذا مهتمين. احمد شو ذا اللي بيسالون واسئله مره. طبعا انا كذا احيانا اكلم نفسي. على العموم يا جماعه الخير، مره متنرفز لاني صورت مقطع كامل مدته 20 دقيقه وراح الملف. نبدأ بالأسئلة وراح أجاوب بقدر السؤال عشان ما يصير ملل. بتعزم متابعينك بالزواج إن شاء الله بإذن الله، أوكي؟ إذا حصلت الفرصة واستطعت. متى يوم زواجك؟ إن شاء الله بإذن الله 4 شهور كذا لين نظبط الأمور، يعني من الآن ويصير اليوم الزواج بإذن الله. ليش تعصب كثير تمالك أعصابك يا أبو شو؟ هذه لعبة وعايزين فورتنايت وقاعد يضرب. ترى حتى كرة القدم تعتبر لعب، رياضة لعبة يعصبون فيها اللعيبة ويصير ضرب. كرة القدم ليست مجرد لعبة، كرة القدم أعصاب مشاعر. فهمت؟ وصلت الصورة؟ ليه ما تسوي ردة فعل على المباريات؟ لأنه صار يلحقنا كوبي رايت ملعون والد والدين. هل زواجك بيأثر على القناة بشكل إيجابي أو سلبي؟ وهل بتغير محتواك؟ إن شاء الله بإذن الله الزواج بالعكس بيساعدني على إني أستقر أكثر وأكون مرتاح أكثر. بالعكس أنا الفترة هذه متقروش مرة، قاعد أفكر إني أستمر في القناة وفي نفس الوقت أضبط الشقة وأضبط الزواج، ففي راسي 50 شيء. وهل بتغير محتواك؟ والله أتمنى. الإنسان اللي صرت مرتبط فيها تقول لي إنه أنت عصبيتك فيفا لا تطاق، فهي تتمنى اني انا اترك فيه. طور فلوق زواجك ولا لا وتسحب على القناه اذا تزوجت؟ حبايبك من العراق، اي لاف يو ماي متابعيني من العراق. ان شاء الله بصبر فلوق الزواج باذن الله وما راح اسحب على القناه، لانه القناه تعتبر مصدر رزقي الاول الى حد ما. وش اسباب سمنتك هالفتره؟ ما هي سمنه، تقريبا تضخيم، يعني فقط انا زدت يعني عضلات وشويه دهون، والله مو شويه كثير دهون، بس هي فتره تضخيم. وان شاء الله احنا الان فتره التنشيف وراجعين ان شاء الله زي اول واحسن. يمدي ولا هونت خلاص؟ لا يمدي، جايك حبيبي جايك، ما عليه. ليش ما تنزل طور المهنه؟ لانه ممل يا صاحبي، كل سنه نفس الروتين، كل شيء ما يتغير، ما يهتمون بالمهنه مره ابدا، ما يهتمون باي من الأطوار غير الألتيميت تيم حقهم. شعورك وانت مجلود 5 بدون ميسي و3 من أي بار؟ ليش ما تنوع في الألعاب؟ يعني كل أسبوع لعبتين، قاعد أحاول والله العظيم، يقول أقول مقطعين فيفا ومقطع لعب، بس بعض الألعاب زي لعبة هيتمان قسم بالله قعدت ساعة وربع أصور فيها وطلع المقطع بيض وكنسل. بعض الألعاب يبغى لها وقت عشان تفهم اللعبة عشان تصنع منها، لكن سوف أحاول بإذن الله. سوي شرح كيف تصير قوي في فورتنايت. هذه طقطق طبعا. ما هي أفضل لعبة لعبتها للآن؟ ممكن أفضل لعبة لعبتها في 2018 لعبة ديترويت. ليه ما تلعب أنت يا حق ميسي؟ رايح خلاص، لا تكلمني أنا وياك برا من الآن، ما عدنا ناخذ. هل حياة اليوتيوبر معقدة وارتباط دائم بالقناة؟ وإذا تزوجت كيف راح يكون المسؤولية في حياتك وارتباطك باليوتيوب بشكل عام؟ حياة اليوتيوب ليست معقدة إذا كان أنت عندك جدول، تنام الصباح تصحى الصباح وكذا وتبدأ تصور مقطع، بعدين تروح النادي، بعدين تقوم بأمورك، وبعدين ترجع تلعب مثلا أو حاجة. إذا كان يومك مرتب حتستطيع أنك تسوي أي شيء تبي، وإذا كان يومك غير مرتب فأنت ما تستطيع تسوي أي شيء حتى لو ما عندك شيء. سؤالي يقول هل تنصح الناس بأنهم يشتغلون على أنفسهم ويعضلوا؟ وعطنا إيجابيات وسلبيات العضلات، وبالمناسبة أشوف شكلك يوم كنت نحيف أفضل. طبعا أتفق معك، لما الشخص يكون أنحف يكون له قابلية أكثر أو يكون مقبول أكثر. يعني والله أنا أنصح الناس إنهم طبعا يشتغلون على أنفسهم أكيد، عشان يعني يضبط نفسه يضبط جسمه ورياضة، وتعرف يعني موضوع الصحة ومستقبلا الشيخوخة ومن ذلك. نقدر نقول إنك طفرت أفكار آخر 7 مقاطع منها بلا مال فيفا 19 ومقطع شاطح حق إعلان الزواج ومقطع يوم اللاعبين اللي تعودنا منك سنويا، وما فيه الا سلسله واحده ثابته حاليا بالقناه. اشوف انها مشكله لازم تحلها قبل تتفاقم وتتوهق مستقبلا. اولا عزيزي شكرا جزيلا على اهتمامك، واضح انك متابع جيد وهذا شيء صراحه جدا يسعد، لكن مشكله سلسله بلا مال او مشكله فيفا السنه هذه ما في غير الالتيميت تيم اللي يعتبر طور جيد وممتع، والسلسله ممتعه كل حلقه فيها حاجه حلوه، تركيزي على هذه السلسله من مصلحه السلسله. الامر الاخر، احيانا لما نجي العب بعض الالعاب ما تناسب جوي فيطلع المقطع بيض، فيعني جدا اكنسله. انا نزلت مقطع ردد اذا ما شوف. فبالنسبه للمقاطع الشاطحه للان ما في افكار رهيبه، ودي اجيب فكره حلوه، ودي اجيب فكره غير ما قد صارت من الكلام، يعني فكره ما هي موجوده في اليوتيوب معتادين عليها زي ردات الفعل والاشياء ذي، بس مع الاسف ما وجدت للان. لكن في فكره كذا قاعد يطبخها في راسي، ان شاء الله راح تنزل لكم باذن الله في اقرب يوم سبت. وش جوك في الموسيقى اللي تحطها في المقاطع؟ قصدك ذب يعني جوي يعني ما هي حلوه؟ ابدا مو صحيح. الموسيقى اللي احطها في المقاطع نفس الموسيقى التي توضع في الأفلام اللي تخلي الفيلم
جو. ليش ما تنزل مقطعين في اليوم بما انه قناتك صارت كبيره والمشاهدات كثيره ما شاء الله تبارك الله؟ اللي ينزل مقطعين في اليوم غالبا انه جوده مقاطع سيئه او بالاحرى عاديه مره، يعني ما في شيء مره مميز في مقاطع. فاذا كنت ابغى اسلك حسوي الحركه هذه، لكن انا احاول اني اتميز في محتواي واتميز في الانتاج. تقطع عن قناتك اذا تزوجت ممكن اول اسبوع اسبوعين يعني، فهمتم؟ بعدين نرجع طبيعي الوضع، يمكن حتى ما نقطع ان شاء الله. تشوف مستواك فيفا وهل انت راضي عنه؟ مستواك فيفا 5 من 10 6، اذا مره صرت متفلت 7 من 10، وهل انت راضي عنه؟ لا ابدا ماني راضي، اتمنى اني اصير افضل عشان ما اقعد اصايح صراحه. احمد ليه تاخذ الخساره في فيفا كانها عار؟ والله هي مي عار يعني مره، يعني والله ما ادري، يعني هي مي عار بس انه خساره، تعرف لما تفوز تفرح ولما تخسر تزعل، فكذا. ما تحس ان فيفا ماتت؟ لانه مثل الروتين كل سنة تقريبا تدفع تموت اللعبة وما استفدت شيء. وجهة نظر يعني، والله شوف يعني في يوتيوبر اسمه احمد شو ينزل سلسلة اسمها بلا مال، حلو، راح يخليك تحب فيه، يعني مو خليك، راح تخليك تحب تابع فيفا، تابعه ما عليك. يقول لك من بين اليوتيوبر الحاليين مين افضل واحد في فيفا غير المحترفين اللي فتحوا قنوات؟ طبعا هذا براء اعتقد ابو جلمبو، عنده قناه في اليوتيوب بالمناسبه يا جماعه الخير، شيكوا عليها. اذا صغنا السؤال يعني بصيغه اخرى وقلنا هل المحتوى الفيفاوي بشكل عام جيد عندنا في العالم العربي؟ اقول لك مع الاسف لا، المحتوى الفيفاوي في العالم العربي جدا فقير، الا يعني ناس عندهم محتوى رهيب فيفاوي يعني مرتبط، لكن فورتنايت ما شاء الله كثير، اما فيفا قليل يا رجل بشكل ما تتصور، ما في حتى اي نوع من انواع المنافسه. عندهم مشكلتين، المشكله الاولى المحتوى الفيفاوي العربي، واتكلم عن صناع المحتوى كله يعني ما في احد محدد عشان لا حد يفهمني غلط. صاحب المحتوى الفيفاوي اولا عنده مشكلتين، المشكله الاولى انه ما يستمر في التنزيل، ما عنده جدوله، ما عنده يوم اي ويوم لا، كل يوم في الاسبوع 3 مقاطع او ما في عنده كذا، ينزل وقت ما طقت معاه كذا، سوى جاب توب ما ادري 100 سوى لك مقطع هو قاطع قبلها 3 اسابيع يا مسلم. طب والمتابعين؟ طيب حيكون الدعم والاقبال على هذا الرجل اللي يسوي هذه الحركه قليل. الشيء الثاني جودة المحتوى نفسه مرة سيئة. طبعا ليش؟ لأنهم هم يشوفون الأجانب زي مثلا غوريلا، زي A9 سكيلز، زي مثلا مين كمان زي بيتسن، ينزلون هذا المحتوى بطريقة مملة بشكل ما تتصور، يجيب لك مقطع ويعلق عليه، أو مثلا إذا لعب لايف ما يحط حتى حبة ميوزك، أو يحط ميوزك وموسيقى واحدة ويرخص صوت آخر شيء ويخليه من البداية للنهاية، بيض ممل. ذبحت المحتوى الفيفاوي، المحتوى الفيفاوي ما بدأ كذا، المحتوى الفيفاوي 2014 بدأ بحماس. أنا استثني كل هؤلاء الا ابو عمر اقسم بالله رجل رهيب، اولا لعبه حلو ويعتبر لاعب محترف، ثانيا الرجل ما يتعب على المقاط، فابو عمر هو يعني الرجل مستثنى من هذا الكلام بالنسبه للمحتوى العربي الفيفا. اما الباقيين ما علي شيء، رايي الله يخليكم فما حد يزعل مني. معك سلف؟ انت معك سلف، دحين داخلين على زواج يا رجل تطلب مني؟ تقول لا تلعب لعبه تختيم مع تشوبرز او ابو ماجيك ولا الغي الاشتراك؟ لا الله يخليك، الله يخليك. لا في شيء يا شباب اعطيف، في خيزرانه ورا هنا، تفاهم معك بعد. مستواك فورتنايت بيض، كم مده لعبك يعني يوميا؟ واذا يوميا كم ساعه؟ لاني ملاحظ مستواك بيض. طب كررتها مرتين يا اخي ذليتني. ما انا العب ساعتين 3 اذا مره كنت بلعب يعني، بعدين اقفل واغيب عنها فتره طويله وارجع مره ثانيه العب. سؤالي وهو ليش ما تنزل ماريو ميكر؟ ابي اشوفك من جلد. كم واحد يبغى يشوفني العب ماريو ميكر؟ كم واحد؟ يلا سووا اعطونا لايكات نشوف كم لا وكم، لو وصلنا كذا لايكات عاليه نعرف والله انه في كثير. عندنا تعليق اخير، والله اني احبك يا اسطوره. عموما وصلنا لنهايه المقطع، يعطيكم العافيه على المتابعه وشكرا جزيلا على الاسئله الكثيره اللي سالتوني اياها، واعتذر جدا على الاسئله اللي يعني تجاوزتها، في اسئله مكرره وكذا. شكرا جزيلا يا جماعه الخير على الدعم اللي تقدموه لي في الفتره الاخيره وفي الفتره السابقه وفي الفتره المستقبليه، دائما باذن الله دائما نكون عند حسن الظن في المقاطع اللي ننزلها لكم يا عيال. سلام عليكم، في امان الله. اللايك يا شباب، في امان الله.